هللويا هللويا. الرب صالح بكل وقت بكل وقت. الرب صالح. خلينا نجيب مع بعض، هنمشي نقرا كلمة الله، هنقعد. لما سمينا المحاضرة الأولى ما نقول في محاضرة ثانية. المحاضرة الأولى لليوم الأول، المحاضرة الثانية بكل بكرة. هللويا. أمين. عشان تقعد بخفيف. والمحاضرة الأولى عبارة عن ودع مقدمة بتاعت بكرة ويوم الأحد. ربنا داير يعمل معانا شنو الليلة. فدير كريس يحط لنا السلايد بتاعت الخدمة بتاعتنا الليلة. في ناس كثيرين لو شافوا الكلمة ده بيستغربوا، الكلمة ده بكون مرة عليهم ولا كيف، سميته ولا ما سميته. اللغتين ممكن يكون شوية قريبين، لكن الناس اللي عارفين الكلمة ده تقدر تنطقوا، تقدر تنطقوا الكلمة ده. هللويا. Chris, can you bring me? I think my iPad is there. Is it there? iPad on that too. On the behind the computer. Is there an iPad there? Yeah. Can you take شوف الكلمة ده؟ أها. Yes, مشينو. Shekinah. Shekinah glory. Shekinah glory. أنت لو تسمع الكلام ده وأنت بتشوف الصورة اللي وراها هناك مباشرة طوال، أنت بتشوف في شنو الحاصل هناك ورا. فانا بشوف محل اسمه شنو؟ محل ده بيسموه شنو؟ هللويا. محل اسمه شنو؟ محل المدور فوق وفي نور في حاجه موجود معاه ده شنو؟ اسمه شنو؟ عنده اسم في كتاب المقدس. اها خيمه. اها اسمه خيمه شنو؟ خيمه الاجتماع. امتحان بسيط يا جماعه، امتحان بسيط بس خيمه الاجتماع. هللويا هللويا. ده ميتنج 10 خيمه الاجتماع ده. ده هنا عمل وعمل أساس شنو؟ ده هنا عمل في أحد منهم؟ زمن موسى صح؟ أوكي خلاص كده نحن فهمنا القصة. خيمة الاجتماع. وخيمة الاجتماع هنا بنشوف زمن موسى بمجد كان عادل تشوفه بعينك. ده مجد شعبنا، مجد الله الله. أوكي. سو عشان هنا عايزين نتكلم عن المجد لازم يكون في صور في حاجات نقدر نفهم بالضبط المجد الإلهي يعني شنو؟ طيب خلينا نمشي في مع بعض في خروج. Let's go to Exodus. Exodus خروج. نقرأ بس عشان الآيات المربوطة بمجد الشكينة أو شكينة. مجد الشكينة معناه شنو في الحتة ده هو مولانا مجد الشكينة. شكينة glory. إحنا قاعدين نتكلم عن لمسة المجد الإلهي. لمسة المجد الإلهي. ففي خروج 33 بورينا محل قيمة الاجتماع وبعدين بيمشي بورينا محل مجد بتاع الرب أو موسى ومجد الرب. موسى ومجد الرب في سبع. لما نمشي مع بعض نقرأ في سبع ورينا إنه نحن بنشوف قيمة الاجتماع هناك هذا بتاع شنو في شنو قاعد يحصل هناك. وأخذ موسى القيمة ونصبها له خارج المحلة بعيدا عن المحلة ودعاها قيمة الاجتماع. هللويا. فده موسى في هدف، خلى موسى يشيل القيمة بتوجيه ربنا. 33 7 اوكي. Exodus 33:7. موسى ليش مشى شال قيمة الاجتماع وخطوه برا خارج المحلة، ما جوا المحلة، ما جوا المحلة مسكن، خطوه خارج المحلة. فهذا مرتبط بحاجات كثيرة، حاجات روحية، حاجات نبوية، حاجات مربوط نفسه بيسوع المسيح. هللويا. عشان كده مرة الفرق كانوا كنا بنعمل لقاء عن يسوع المسيح كان سلوبه وين؟ خارج المحلة. هللويا. خارج المحلة. So اجتماع موسى أدوه هناك ربنا وجهه، ما عمل بس بتلقى نفسه، كلموا موسى الله وجهه قال له يجي يعمل اللي عمل ده ويقوم يعمل الخيمة ده مع في محل خارج المحلة. ودعاها خيمة اجتماع فكان كل من يطلب الرب يخرج إلى قيمة قيمة الاجتماع. Guys, be careful with the camera. Please don't go with the camera. You have to go down so you don't blow the cameras. You walk behind the thing. So, سماه قيمة الاجتماع. قال في مكان كل ما يطلب الرب يخرج إلى قيمة. مجال ما ربنا يتكلم مع موسى إنه ده يتقابل معه، ما بقول معه بس يتقابل مع الرب في مكان اللي هو بتاع الشعب. لازم يمشي في مكان خاص. عشان هنا عايزين نعرف خصوصية مجد الله. أهمية مجد الله. إحنا ما نقدر بس مجد الله هنا دائما نكون في أي وضع، في أي حالة، في أي وقت، هنا دائما مجد ربنا في حياتنا.
وكان جميع الشعب اذا خرج موسى الى نشوف شنو قاعد يحصل بالضبط كده. قال يحصل كده لما موسى بجرب انه يطلع نشوف. قال الشعب كل الشعب لما موسى يخرج بجرب لما موسى يطلع من بيته الشعب بيقعد يعوض الله يعرف فيه حاجه. لما شوف موسى يطلع من البيت قال شنو؟ قال جميع الشعب قال شنو؟ قال الى ينظرون الى قيمه يخافون شنو خارج. اذا موسى خارج الى قيمه الاجتماع يخافون كل واحد في باب قيمته. ده المسكن بتاعهم كل زلمه في قيمه بتاعته بيت مسكن. وبيطلع كلهم يكونوا واقفين في خشن باب بتاعهم. اي زول من شعب اسرائيلي تتخيل كم 2 مليون ترى من مصر قاعدين هنا كم مليون واقفين. حدث رهيب حدث مهيب. كلهم بيطلعوا واقفين يشوفوا فين اللي قاعد يحصل. وينظرون وراء موسى حتى يدخل الخيمه. هللويا. ما في زول يختفي من عين بتاع موسى. كله بيتاكد ده موسى ده ماشي كيف يشوفوا حتى هو يتاكد ده موسى دخل خيمه الاجتماع. ما موسى الزاخ مشى محل معين اتاكد انه موسى هو السبب بتاع المجد الالهي اللي قاعد يحصل هناك. بيشوفوا تمام بالدقه. وكان عمود السحاب ياخذ العمود السحاب اللي احنا شايفينه مولع ده عمود لكن سحاب ناري ما عمود سحاب عادي. عمود السحاب اذا دخل موسى الخيمه ينزل ويقف عند باب الخيمه ويتكلم الرب مع موسى. سو نشوف المجد لمسه المجد الالهي معناه شنو. موسى بيجي الله يرى موسى يدخل طوال الله يبتدي يتكلم معه. فيرى جميع الشعب عمود السحاب واقفا عند باب الخيمه يقوم كل شعب يسجدون. شوف الشعب ده قاعدين يعملوا شنو؟ ويسجدون كل واحد في باب خيمته. الباب الشعب ده قاعدين يسجدوا لمن؟ وهم قاعدين في خيمه هم مش في خيمه الكلام قاعدين في بيوتهم في بيوت. يعني انت شفت حاجه قاعد يحصل في الهيبه في السحاب كده انت قاعد في الباب بتاعك تقوم تسجد. قاعدين يسجدوا لهيبه الله. هللويا. بيسجدوا لهيبه مجد الله. موقف مهيب. هللويا. موقف رهيب موقف حاجه ما عادي. هللويا. ويكلم الرب موسى وجها لوجه. هللويا. ده هو قلنا شو لمسه المجد الالهي. انت لما تقول لك امتياز تلمس مجد ربنا مش تشوفه. موسى بيدخل ذاته في السحاب بتاع ربنا هناك جوا. هللويا. لان السحاب بيجي شنو؟ خيمه الاجتماع. موسى بيلمس مجد الله بيتلامس مع مجد الله. هللويا. بيتخامر جوا مجد الله. ما في حاجه بحصل له. لكن انت تخيل من واحد من الناس التانيين ده لو جاي يدخل هناك هيموت قبل ما يوصل ذاته خشم الباب بتاع خيمه الاجتماع بيموت. عشان موسى قدس حياته كرس حياته للمسيح زي ما قبل شويه سمعنا تشجيع. كان بيخدم الله بالحق باستقامه بتقوى ببر. الله لما يتكلم يتكلم مع موسى وجها لوجه امتياز غير عادي. بما انه كلام ده نفسه لما المره دي شو كان الله مناخذ نفسه. الله قال ما بزور بشوف ربنا ايه مجد ربنا شنو بيحيا بالذات مجد بتاع وجه بتاع ربنا. تعرفون الكلام ده؟ في مكان اخر لما نمشي في الايات القدام هناك هنشوف ربنا كان بيقول لموسى قال ربنا عندي انا شوف مجد بتاعك بطريقه واضحه. انت بتجيني في شكل سحاب بتجيني شكل عمود نهر ده بتجيني في الرموز انا دايما اشوفك ذاتك انت شكل بتاعك. هللويا. الله بيقول هنا قال من يرى بوجه موسى قال لموسى لا تستطيع ان ترى وجهي وتحيا وتعيش. هللويا. لكن قال له انا بعبر بخليك في خشم ده الصقر صقر هناك تكون قاعد مخبى انا بخطيت بيد بتاعي لما انا اعبر انت تشوف مجد بتاع الخلف بتاعي. فممكن تشوف مجد الله من الخلف ممكن تلمس مجد الله في حضور بتاعه لما يتحرك في السحاب حاجات معينه لكن مجد وشه ما تقدر تشوفه. بالتالي نشوف انه لما نتكلم كلمه انا الله بيتكلم وجها لوجه بمعنى الله اعطى امتياز لله يتكلم هو يواجه موسى يتكلم معاه مباشره مش بظهره. هللويا. بظهره لكن موسى ما بيشوف وشه. هللويا. لأن لو شاف وشه بموت ده كلام الله متغير. بيخفي وشه يا هو بيشيله بالعمود بتاع العمود بتاع السحاب ده ربنا بيخبي نفسه خارج العمود هناك. ده الهدف الأساسي. إن احنا نشوف مجد الله يقابلنا نشوفه وشا لوش ولكن نحن ما بنشوف وشه بطريقة شنو؟ واضح جليل على إن احنا بنموت. عشان كده يد بتاع ربنا كان بيسر موسى نهائيا هو ماشي عبر عشان موسى من الغلط ماشي وشه بتاع ربنا. أنا كان موسى ربنا كان قدام موسى. لابد كان موسى ربنا كان يغطي موسى قال شنو بيده لحد ما ربنا يعبر قدام بتاعه اللي يشوف من خلف بتاع موسى. طيب يبقى كما يكلم الرجل صاحبه بكلام بسيط جدا كان زي مراجل بيتكلموا وبيشوفوا عادهم. كان موسى ربنا زي ده كان موسى ربنا هكذا. واذا رجع موسى الى المحل كان خادمه يشوع بن نون الغلام لا يبرح من داخل خيمه الاجتماع. واحد من اسرار العجيبه العظيمه ناس كثيرين ما بيعرفوا انت عارفين يا شودا ظل من اثنين العاش من الرب اللمس من ربنا كل يوم. هللويا. وكمان الغريب موسى بيتكلم يخلص كلام بتاع مع الله
بيرجع للشعب يشوف بدر يطلب من المحضر تمي تقابل هربي بس لما خلى الله يختار انك انت عم تدخل الشعب ده ده حاجة خلي يشوف كل عنده ايمان في الله يصف في اسرائيل هيبته اله اسرائيل لما شاف الاماده والجبابرة نزل قال يعني ده شنو الاله ده اله بتاع عظيم في شكينا جلوري بتاع جود محل المجد اله بتاع عمود النار ده دير ولا حاجة هيحرقهم نار بتراب الحلوية هو التمس مجد الرب لمس مجد الله لو انت بتلمس مجد الله بتكون انت قهيرة شجاع بتعرف من انت في الله هللويا بتعرف انت من واشي كده يشعو هو خبى نفسه جوا المجد جوا الخيمة يعني هذه الاتمازات من حضور ترابنا هناك هللويا قالت هناك قال ما بيبرح خلي الخيمة لخدم لما ينتهي وكل لخدم ربنا خلاص لو رجع بقى ما في مجد بعدين هو يعطي جلاله الا زول جعان لمجد الله زول جعان انه يلمس مجد الله قل انا جعان لالتماس مجد الله هللويا I am hungry to touch the glory of God. Hallelujah. وبالتالي في 12 بقول كده وقال موسى للرب انظر انت قائل لي اصعد الى هذا الشعب وانت لم ترين بعد كل موسى شاف المجد شاف اي حاجه لسه ما مقتنع ان موسى عنده جرأه موسى داري يكون عنده قناعه لسه داري يعرف مزيد من المجد مزيد من المسحه وبالتالي لما نشوف الرجل الله بيتكلم بدنا نحن نفس الامتياز نقدر نكون عندنا نفس المجد وانت قلت لي عرفتك باسمك ووجهك ايضا ووجدت ايضا نعمه في عيني فالان ان كنت قد وجدت نعمه في عينيك فعلمني طريقك حتى اعرفك لكي اجد نعمه في عينيك وانظر ان هذا الامه شعبك فقال وجهي يسير فاريدك هللويا فقال له ان لم يسر وجهك فلا تسعدنا من ها هنا فإنه بماذا يعلم إني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك أليس بمسيرك معنا فنمتاز هللويا كلام عجيب لما تسير في مجد الله لما تقول يوم تلمس مجد الله أنت بتكون بتمتاز بتختلف من الآخرين هللويا قل أنا بمتاز في يسوع المسيح هللويا أنا بمتاز في يسوع المسيح أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض هللويا فقال الرب لموسى هذا الامر ايضا الذي تكلمت عنه افعاله انا ما بس وريتك مجد بس نتكلم معك وش الوجه بل انا بخليك ممتاز تكون متميز وسط الشعوب بالمجد اللي انا اديتك له هللويا لانك وجدت نعمه في عيني وعرفتك باسمك هللويا هللويا انا عرفتك باسمك هللويا قبل ده انا قرف يدك كده خلينا نصلي نقول اليوم انا بين بدي بتاعي نكون زي موسى نكون زي يسوع الله في محضر مجد الله شكينا جلوري مجد شكينا انا دير طوق دير نسكن من حول ما عايز نبرح ما عايز نخرج من هناك باسم يسوع نصر اونلاين انت صلي اومن ربنا هيعمل مجد غير عادي الان واحنا بنتكلم في حياتك ما تخرج من مجد الله ما تطلع من مجد شكينا don't get out of the Shekinah glory in your life in the mighty name of Jesus ka salama foshiri kama saya lama hasia abana fi ismi yesu nu'lan majdak binana hudura binana kalmatak binana haybatak fi hadha al makana lanak anta hadir anta tajr rab tamlana min jadid tkallam ana wajha li wajha al yawm likay natqabal ma'ak na'azimak nubarikak min jadak لأنك صالح لأنك قدوس لأنك مبارك لأنك متعالي أعطيتنا الامتياز عرفتنا باسمنا ودعيتنا باسمنا نحن لك نحن ملكك نتميز ونمتاز من كل الشعوب الأخرى We become unique and distinct from all other nations on the earth because of your glory in our lives We praise your name and exalt your name for the Shekinah glory In Jesus mighty name I pray People of God say Amen Amen فضل بالجلوس أدي يد لربنا في اسم يسوع المسيح وانت بتقعد فالليلة محاضرة بتاعتنا الأولى عايزين نتكلم فقط عن مجد شكينة مجد شكينة هو مجد متجدد ومستمر مع كل جيل لكن مجد شكينة في العهد القديم شيء ومجد شكينة في العهد الجديد شيء آخر هللويا سو عايزين نتكلم عن امتياز مجد العهد الجديد أو مجد العهد الجديد أعظم من مجد شنو؟ أحد القديم هللويا مجد أحد الجديد أعظم من مجد أحد القديم إذا مجد أحد القديم بدي برموز كان محدودة بس لشخص واحد بس أو نفران من الكثير اللي هو موسى كان مباشرة مع الله ويشو كان موجود بطوف حول مجد الله ده الناس كان مسموح لهم يطوف حول مجد الله يلتمسوا مجد الله أو يتلامسوا مع مجد الله هللويا لكن في الأحد الجديد مختلف هللويا في الأحد الجديد كل شخص في المسيح يسوع المسيح يستطيع أن يلمس مجد الله هللويا ان يطوف مجد الله
وبالتالي هنمشي نتكلم في حاجات بسيطة في القراءة بتاعتنا في موضوع بتاع اللحظة الجديد كورنثوس الثانية. خلينا نمشي مع بعض كورنثوس الثانية. أنا قرأت الآيات ده عشان إحنا نفهم مجد الله في اللحظة القديم ونحن نجي نشوف مجد الله في اللحظة الجديد. نمشي في كورنثوس الثانية 3 2 Corinthians 3 2 Corinthians chapter 3 نمشي نقرأ من 4 we're gonna read from 4 نشوف ربنا بيقول لنا شنو هنا. هللويا. نمشي نقرأ من 4 ل 11 كورنثوس الثانية صح الثالث من 4 ل 11 2 Corinthians 3 from 4 to 11 كلمة الله بتقول كده. ولكن لنا ثقة مثل هذه بالمسيح لدى الله. هللويا. لنا الثقة. We have the confidence. عشان كده في نفس اللحظة الكريم قال موسى عنده الثقة يدخل إلى محضر الله إلى خيمة الاجتماع محل المجد ويشوع كان عنده ثقة ما في حاجة بيمسه. وبالتالي نحن في لحظة جديد عندنا ثقة. هللويا. ليس إننا كفاءة من أنفسنا أن نفتكر شيء كأنه من أنفسنا بل كفايتنا من الله. الكفاية بتاعتنا وبمعنى استحقاق بتاعتنا عشان ما نحن نلمس مجد الله من الله ما عشان إمكانيات ما عشان قدرات مش عشان أي عمل نحن عملناه. الله بمحبة بتاعه بلطف بتاعه أدانا الاستحقاق ندخل إيه إلى مجد الله الذي جعلنا كفاءة لأن نكون خدام أحد جديد. يحط الإنعام بتاعتنا مجد أحد جديد. الله أدانا امتياز نكون عندنا كفاءة. الكفاءة بمعنى زول مؤهل زي موسى عشان يدخل خيمة الاجتماع. ما أفضل يدخل خيمة الاجتماع إلا موسى بس ما يشوف. وده يحب نبو حاجة اسمه خص الأقداس. هنجي نشوفه بعد شوية. خص الأقداس. خص الأقداس بس خل فيه رئيس الكهنة مرة واحدة. سو بالتالي هنا استهلاك العهد القديم كان ناموس. لازم تقدم ذبيحة. لازم تطهر النفس. لازم تكفر الخطايا بدك قبل ما تطهر نفسك ما حد تدخل في خص الأقداس. لكن في لحظة جديد مختلف دم يسوع المسيح كب مرة واحد سكب مرة واحدة كل الناس عشان كده ستر الهيكل في صليب يعمل شنو الستارة انشقة. هللويا. الحجاب كان بيحجب الناس بيمنع ما في زول بيدخل إلا زول المقدس. في يسوع المسيح كلنا تقدسنا تطهرنا إننا ندخل شنو إلى خص الأقداس. عشان كده قال نحن كفاءة بتاعتنا أو تأهيل بتاعتنا نحن مؤهلين ومستحقين ندخل إلى مجد عهد جديد من خلال شنو عمل يسوع المسيح. لا الحرف بين الروح لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. سو ده كان مجد حرف مجد حرفي. اسمعوا كلامنا كويس. مجد اللي احنا شايفينه بتاع شكينا جلوري ده مجد حرفي بيجي السحاب بيشوف بعين بتاع مجرد. لكن هنا مجد بتاعتنا ما مجد حرفي مجد روحي مخفى. مرات ممكن يظهر مجد الله في حياتنا زي ما ظهر زي ده في حياة موسى في وشه ممكن يظهر مرات في حياة بتاعتنا لكن مجد بتاعتنا مخفى. مجد المعلن بيعلن بشكل روحي. انت بتشوف مجد الله في حياة شخص الممسوح والمضوع من الله من خلال حياة القداسة من خلال التقوى القديش من خلال أعمال الله القد يعمل في حياته. ده المجد الظاهر. هللويا. عشان كده يسوع المسيح كان بيتكلم مع التلاميذ قال لو ما قدرت تصدقوا انه انا الله انا جيت من السماء قال صدقوا لسبب شنو؟ الأعمال. هللويا. الأعمال تاع قيامة الموتى ما بزول عاد بيخيم زول ميت ما بزول بيفتح زول تعميان ساكن بمعنى زول ده زول عظيم. قال أؤمن فيه لسبب الأعمال مش عشان أنا إنسان مولود من مريم وآدم. نحن مرات ما نعرف المجد اللي احنا بنحمله في حياتنا عشان احنا بنشوف نفسنا احنا ناس عاديين. لكن خلينا نشوف نفوسنا باعمال الله في حياتنا. هللويا. ربنا قد يعمل شنو في حياه بتاعتنا. ده الطريقه اللي احنا بنشوفه بنحمل بوب مجد احد جديد. مجد احد جديد مجد روحي مجد مخفى في داخلنا ساكن فينا روح القدس. ثم ان كانت خدمه الموت اسمعوا الكلام ده يحط الفرق مقارنه هنا بتاع مجد احد جديد احد قريب. قال ان ثم ان كانت خدمه الموت اللي هو خدمه الناموس ده كان خدمه الموت في مجد المنقوشه خدمه الموت المنقوشه باحرف في حجاره قد حصلت في مجد حتى لم يقدر بنو اسرائيل ان ينظروا الى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل. ده شنو مجد بتاع الله في وش موسى بمعنى شنو الجسدي. موسى الجسدي الميت الانسان الميت كان عامل ميت حقيقي. موسى ذاته وش بتاع بقى ابيض. هللويا. زي الملائكه بما انه ده جسد بمعنى كان المجد كان يتمثل في جسد موسى مش في حياه موسى الروحيه جواه في مجد بتاع شنو الظاهر. عشان كده بتكلم قال اذا مجد الجسد الظاهري الملموس المادي كان غير عادي كان مجد حقيقي. عشان كده نزل كله بيطلع بيجي في خيمة الباب بتاع
خيمة بتاع بيشوف المجد كان عظمة بيقع بيسجدوا لمجد الله. هللويا. قال إذا المجد الزائل المجد اللي بيجي مؤقت بيجي بس وقت اجتماع الله بيتكلم مع موسى مجرد ما ينتهي الله بيمشي المجد شنو بيختفي بيمشي ما بيكون قاعد كل وقت هنا. هللويا. بيختفي. قال نهنا بتاعنا بقول كيف؟ قال فكيف لا تكون بالأولى خدمة الروح في مجدي؟ إذا خدمة الجسد خدمة الخيمة تلاقي اجتماع مجنية بآياته إنه مجد كيف خدمة بتاعت المجد بتاعت عهد دم يسوع المسيح اللي هو بنانا روحيا المادة نجلنا روحيا وأدانا روح القدس. هللويا. خدمة روحية مجد الروحي بيكون أعظم من المجد المادي المجد الجسدي الزائل. فكيف ما يكون شنو مجد بتاعنا أعظم؟ قال بنقول مجد بتاعت الله في عهد جديد أعظم، عشان كده مجد العهد الجديد أعظم من مجد العهد القديم. لأنه إن كنت إن كانت خدمة الدينونة مجد خدمة الدينونة معنى ناموس، ناموس كان بدين أي زول. بنتذكر نحن وهذا أوزا كلنا نتذكر أوزا لما دير يلمس أبو داحد لما جاب لهم بيت رجل الله الشيخ المبارك يبقى بن العرب مذكرين؟ في واحد كده مستعجل لدير يساعد أبو داحد ممكن زول بيكون انزلق ولا حاجة قال الشاب كانت أبو داحد دير يقع وقام شنو؟ دير يمسك شنو؟ مجد وطلب عقل عشان كان هو ما طاح كان منجس مات. So, قال إذا مجد بتاع الدينونة كان يعني خدمة الدينونة كان فيه مجد فبالأولى كثيرا تزيد شرطة زيادة مجد بتاع إيه تزيد خدمة البر في المجد. هللويا. So, إذا إنسان الخاتم مربوط بالناموس لابد كان يقدم ذبائح يقدم طقوس كثيرة عشان بعدك الله يقوم يعلن المجد بتاعه. موسى لازم كان حتى موسى عشان يدخل خيمة الاجتماع كان يقدم ذبيحة عن نفسه. هللويا. بكفر عن نفسه اللي نمشي هناك. قال كيف بيكون خدمة البر؟ بينا احنا مبررين. احنا مبررين في يسوع المسيح. هللويا. بر مجاني في يسوع المسيح. ما دام احنا ابرار في يسوع المسيح بمعنى مجد الله في حياتنا بيكون اعظم. هللويا. قال بيكون زيادة يزيد مجد خدمة البر في العهد الجديد عهد النعمة. هللويا. فإن المجد أيضا لم يمجد من هذا القبيل لسبب المجد الفائق. لأنه إن كان الزائل في مجد فبالأولى كثيرا يكون الدائم في مجد. مجد البزول مجد في لحظات بينتهي ما كان عنده قيمة زيادة ومجد الأعظم عنده قيمة ده المجد قال شنو الباقي الدائم. مجد الله ثابت فينا. هللويا. روح القدس ثابت فينا كل وقت ما قدم شيء مكان. هللويا. هنا حاملين مجد الله كل وقت بنمشي لكن عشان هنا ما قادرين نفعل مجد بتاع ربنا ما قادر يظهر زي ما قاعد يظهر في شكينا بغوري عشان الناس يشوفوه. مجد بتاعنا بالشاف مجد الله في حياتنا بالشاف. People can see the glory of God in our lives. Hallelujah. People can see the glory of God in our lives. Hallelujah. Hallelujah. So when you pray for someone who possesses with demonic powers and those demons tremble and get out of that person, there is glory in you. Hallelujah. Amen. You are carrying the glory of God. Yes. Hallelujah. Amen. When you pray for someone who is sick, immediately they get healed. You carry the glory of God. Yes. When you speak a prophetic word, and that prophetic word happens as it is, that's enough, you are carrying the glory of God. Yes. Hallelujah. Amen. So, مجد أحنا جديد مجد دائم. مستمر كل وقت. تعمل حاجة الليلة ونفس حاجة الليلة تعمل الأخرى نفس حاجة في ساعة تعمل في كل أسبوع لو في حاجة قدام الناس بتعمل بالدقة مجد مستمر مجد دايم في حياة بتاعتنا. وبالتالي عشان ال بتاعتنا هناك ما متحرك هنوريكم المجد في أحد القديم وأحد الجديد عشان ما نحن نفهم نحن بنتكلم عن شنو. في حاجات احنا نخلوه كده مقفولة نجينا نناقش بكرة. أمين. تابوت الأحد لما نتعامل when the Ark of Covenant was met ده صورة بتاعه تلقى هو مكتب في الشكينة glory معناه شنو تفسير بتاعه بالإنجليزي presence of God. هللويا. presence of God شكينة glory معناه شنو presence of God معناه حضور الله حضور الله. So يبقى مجد الله معناه حضور الله. So إذا نحن دائما نسأل سؤال بدأ إنه هل يمكن للإنسان كل وقت يلمس مجد الله؟ إذا مجد الله حضور الله قد يحضر بمعنى كل يوم نحن مفترض شنو؟ نلمس مجد ربنا. هللويا. كل يوم نلمس مجد ربنا. So ده الأهم حاجة موجود. هنا تحت لو شفتوه في النص أنت شايفين شنو هناك في النص مكتوب فوق إيه؟ The mercy seat كرسي الرحمة. هللويا.
هنجي نتكلم فوق بكره واحد من الاسئله فوق بكره لو انت ما سمعت قبل كده حاجه اسمها دايمنشن سيت هنجي نتكلم فوق ده مواضيع كبيره كرسي الرحمه هنجي نتكلم كرسي الرحمه معناه شنو ده واحد من جزء من حاجه اسمها تعبد الاحد فلما نجي بعد ده هنا ما طبعا بشكل كله لكن ده هو ارك اوف كوفيننت ارك اوف ذا كوفيننت هو ده اللي هو تعبد الاحد ده الصوره الاولى هنجي نتكلم فيه بس تاخد عبارات بسيطه عشان تفهموا موضوع بتاع لمسه المجد لما نتكلم عن المجد بنعرف شنو حضور الله الله بيحضر في حياتنا والله بيحضر في كنائسنا بيحضر في كل مكان السوره الثانيه بتاع تعبد الاحد انا ختم المغلوب لكم عشان ما تشوف طيب تعبد الاحد جواه في حاجات معينه في ثلاثه حاجات جوا التعبد وبعدك في جسم التعبد نفسه اشياء وفي راس التعبد الغطاء في اشياء احنا سمعنا الحاجات القدامى قبل شويه جوا تعبد الاحد في ثلاثة اشياء اللي احنا شايفينه ده شنو بنعرف ده شنو يا جماعه خلينا ننتبه شويه هللويا ده شنو ده العريضين ده ده الالواح وصايا العشرة اوكي ده الالواح وصايا العشرة وده بقول له ده جاب او بوت بتاع المنا منا جاب ده هو بقول له معونه بتاع المنا وده بسموه هارون ارونس روت ده عصا بتاع هارون ده كل منهم اسرار ليه ختم جوه تعبد الاحد ختم جوه تعبد الاحد لان اسمه تعبد الاحد الازلي الاحد الابدي ما بتغير حجاره اللي بتاع وصايا العشرة بوصايا 10 وصايا ابديه ازليه ولما زمن المنة لما خلاص موسى جه زمن بتاعهم هم دايرين يعبروا يمشي لعبد الموت ادى وصيه خاص لموسى قال له انت لازم تشيل المنة ده يكون شنو ذكرى ابديه الشعب بتاع اسرائيل تذكره كل وقت في حياتهم كله انه ربنا كان اسحر لهم في شنو في البريه هللويا يعرف احد الله يعرف انه الله قدير بيقدم المعونه بيقدم الاكل ولما يكون ما في اكل زي ما سمعنا اختبار ده خادمه الرب باسم يعقوب انه لو الناس بيقولوا it is impossible for God is possible هللويا يقولوا ما في اكل ما في مويه ربنا هو قال يجيب مويه يجيب مطر هللويا عشان كده حطوه جوه انك تقول ذكرى ابديه كوفنان عشان كده كوفنان بتاع الله كوفنان الازلي وعصا بتاع هارون ده عصا عجيب جدا ده عصا بتاع اختيار لما جو وكده قدرنا يختاروا الكاهن منيها يكون كاهن طبعا جماعه قاموا منافسات ناس الشعب بتاع اسرائيل كلهم اي زلمه قال لي احنا انا دايما اكون كاهن دايما كنا عائله كهنوتيه من العائله لما ربنا قال اختار بس اثنين سبت يكون شنو؟ يكون سبت يكهن للرب ويكون سبت يقدم تسبيح عباده للرب فقام الجماعه تنافسوا قالوا هم دايرين كلهم شنو يكونوا كهنه ربنا قال لهم اوكي لو انت دايما تعمل مشاكل وتعمل امور انا دايما اخلي لكم نختار الشخص ده سبت ده بشنو؟ بمعجزه الهيه اي زول قال يجيب عصا بتاعه قال كل زول في من الممثل الرؤساء بتاع الاسباب يجيب عصا بتاعه ويحطه في الخيمه بتاع الاجتماع يبيت وناس يرجعوا بيوتهم صباح يراس يجي شنو؟ يشيل عصا بتاعه قال العصا بتاع الزول قال بيزيد هللويا العصا بيزيد قال بينمو بيكون فوق زيادات بيكون فوق حاجات ده زول الرب اختاره ده ما خد اعصاب بتاعهم كلهم رجعوا البيت ناموا ثاني يوم صباح جاب عشان يلاقي العصا بتاعهم قاعدين عاين الكاكيز بتاعهم مع الكاكيز بتاعهم زي ما خطوه زي ما هو عصا بتاع هارون اختلف قال عصا بتاع هارون بقى شنو ينمو بقى ينبت هللويا بقى يجيب سماد بقى يجيب لبن بقى يجيب ولا شنو صمخ بقى يطلع حاجات في جسمه يعني بقى علامات كثيره بتقول انه عصا ده ربنا اختاره هللويا عشان كده قال ده ذكرى ابديه الناس تعرف انه مجد الله لما يعلن المجد في اي وقت في اي جيل والناس يلمس مجد الله يكون ذكرى ابديه عشان كده ده الحاجات حطهم جوه تعبد الاحد كذكرى ابديه وده يرمز كلهم لحضور الله بيرمز كلهم لمجد الله اما اللي احنا شايفينه ده بيسموه ده هو تمرسي سي ده بيقول على شنو ده الكرسي بتاع الرحمه فوق اللي احنا شايفينه الكروبي كروبيم الملائكه الاثنين اللي واقفين اللي بيحطهم فوق تعبد الاحد بيجلسوا فوق تعبد الاحد زي ما شايفينهم هنا هم يا هول قاعدين يحموا مجد الله لما مجد الله يجي نازل هم بيغطوا مجد الله بيستروا موسى بيستروا اي ظل بيقدر يقدم ذبائح الكاهن ترى رئيس الكهنه الملاك ده بيستروا عشان مجد الله ما يضرب منهم ما يضرب الشخص ده ده نفس الصورة الملاك ده الكرابين ده في السماء هم قاعدين حول عرش الله قاعد بيغطوا وشهم بيستروا مجد الله من الكائنات الاخرى لان مجد الله مجد قوي جدا هللويا مجد ما عارف كده قال بيشوف وش بتاعي بموت هم قادرين يخطوا نفوسهم حتى من ما ربنا خلقهم ما شاف ربنا بوش بتاعهم بيخطوا وشهم من ما ربنا خلقهم 24 ولا في السماء ذاته ما في 24 ساعه لانها ابديه هللويا 24
صبا عندنا احنا في الارض هنا، لكن في السماء ما في 40 سنه، لنا ابديه. ربنا بلغنا العبيه ماده الازليه، ماده الزمن، ماده التاريخ. سو فالحاجات ديل كلهم لما يخطون في تعبد الاحد يا هو بدونا السوره ده. ده قاعدين جوا وده قاعدين فوق، وده الرمز كله بتاع اللي هو مجد الشكينه، كله بيرمز له مجد الله. في العهد الجديد، في العهد الجديد ده يعطي مجد اللي احنا لقيناه في العهد الجديد اللي بيرمز لنا تعبد الاحد. يسوع اللي قال شنو؟ هو جاء شنو؟ لاحد النعمه. هللويا، احد النعمه. احنا شفنا يسوع المسيح في حاجه حصل في وجود يسوع المسيح، ناس كثيرين ومذكرين بدينا تبقى الواحد نفس الصوره اللي كان موجود في عهد القديم. يسوع تعرف لما كان ظهر له موسى وإيليا في جبل التجلي، هم نتذكر كلنا نفس الشكل نفس الصوره. جبل التجلي ده اعلان بتاع عمل الله، شهاده الله. موسى كان جوه ما يسوع ما إيليا بيشهدوا للمسيح ماشي يكمل عمل الذبيحه، لان تعبد الاحد وخيمه الاجتماع كان موجود من الكفاره الكفره من الشعب. يسوع المسيح هو جاي بدا خص الاحداث السماوي. هللويا، خص الاخصاء السماوي الازلي عشان يقدم لنا كلام. بالتالي قبل ما يمشي للصليب جاء اعلن نفسه للتلاميذ، ودول قاعدين يشهدوا ناس الرسل زي ما كان للشعب في قيمه الاجتماع. قال لما يشوفوا موسى ماشي في قيمه الاجتماع كلهم بطلعوا بقيفوا بعينه، لما خلاص مد ربي هيل هم بس كده بركعوا. نفس الحاجه حصل المسيح لما ابتدى خلاص ماشي للصليب وهو بيصلي، ظهر له ايليا وموسى قاعدين يعمل شنو؟ يتكلم معه ويقويه انه هو ماشي يحقق شنو؟ يثبت حاجه اسمه احد النعمه. احد النعمه اللي فوقه اللي المجد بتاعه مجد ازلي ابدي فايق ما بينتهي. هللويا. وبنشوف ناس بطرس ويعقوب ويوحنا مجرد ما قاموا، هم كانوا في غيبوبه بتاع النوم. لما قاموا طوالي تفاجئوا بهيبه بمجد غير عادي. يسوع المسيح حتى هو ذاته بقى لمعان شكله بتاعه تغير. شكل بتاع يسوع بقى زيه زي نفس الشكل بتاع ايليا مع موسى، كلهم ثلاثه كان في هيبه بتاع مجد الله. هللويا. ده يقول له مجد ازلي، المجد ما بالزين ما بينتهي. فهم لما قاموا طوالي شافوا المجد ابتدى شنو يقعوا بنشد هذا المجد عشان نشوف شكل المجد بتاع هذا. ليه هم رافعين ايديهم وقاعدين يحطوا وشهم؟ كان مجد قوي جدا، اقوى من الشمس. هللويا. هم ابتدى يسجدوا يقعوا. وبالتالي لما احنا بنشوف المجد الله بيتكلم عنه هنا في عهد النعمه، الله بيعلن لنا بانه المجد الالهي مجد الله مطاع وممنوح لكل جيل لكل شعب اذا هو تقدس، اذا هو خط وضع بتاع حياته في مكان الله امر به انه الانسان يعيش زي ما الله عايز. هللويا. يسوع المسيح ده قدم لنا ذبيحه وقدم لنا عمل كامل عشان ما يعيد لنا المجد المسلوب، المجد الفقد في جنة عدن. ولنا بقينا تعبانين بالذبائح، بقينا تعبانين بالكفارات بالتيوس في احد الناموس عشان نرجع للمجد الالهي ما قدرنا. فشلنا كلمه الله قال بدم الثيران والتيوس وكل الاشياء، قال ما قدرنا نغطي خطايا بتاعتنا، ولكن في عمل يسوع مره واحده بس. هللويا. دم زكي مره واحده سكب من جلنا والى الابد. هللويا. وبالتالي ان احنا كشعب الرب لمسه المجد الالهي مهم لحياة بتاعتنا كل يوم. لمسة المجد الإلهي مهم لحياة بتاعتنا كل يوم. خلينا نلمس مجد بتاع ربنا الله. أولا اختيار الله لحياة بتاعتنا، اختيار الله إنه نحن شعب بتاعه. هللويا. مجرد ما ربنا يديك دعوة يختارك إنه شعب له، اختيار الله يديك الامتياز إنه تتلامس مع مجد الله. موسى كان قاعد يلمس الله ليه؟ لأن ربنا اختاره. يسوع كان بيمشي لأن ربنا اختاره وخطوك هذول من الاثنين بتدرب تحت موسى ماشي يقود الشعب. وبالتالي بنفس ده الرمز، موسى هو الرمز بتاع يسوع المسيح في العهد القديم. الانبياء كلهم العظماء جو في العهد القديم كلهم عباره عن هم رموز بتاع يسوع المسيح. وبالتالي احنا بنشوف ايضا يسوع المسيح هو مكمل الناموس، مكمل شنو؟ المزامير والانبياء. يسوع المسيح الكامل انه جاء اختارنا، قال الذي اختارنا في يسوع المسيح. هللويا. اختارنا في يسوع المسيح لكي نكون شنو؟ قدام عهد جديد. سو الاختيار الالهي ده الصفة الحقيقية اللي بيأهلك تقدر تتلامس مع مجد الله. نمرة اثنين، مجد الله يحتاج إلى الخلاصة والبر. إذا بنابع كتاب المقدس قال عهد الناموس عهد الجسد زمانك بالذبائح فيهم مجد بعد ما يكفر هارون أو موسى عن نفسه أو الكاهن يقدم ذبائح عن نفسه للشعب، بعد ذلك مجد طلبنا بيجي بهل في شنو؟ في الهيكل. بيجي في كتاب تشمت أبو دراحة. هللويا. ده الممارسه مستمره لحد ما يسوع المسيح جاء. مجرد ما الرئيس الكهنه يدخل الى قدس الاقداس يكفر عن الشعب طوالي، حضور الله بيجي بشكل استهاب غير عادي.
حتى مرات كلمة الله قال الشعب لما نجلس حضور الله تجيل الشعب كله بقى في الوطن. هللويا. ما بقدر بجيفه عشان مجد الله قوي. ولكن في أحد النعمة يسوع المسيح بررنا، يسوع المسيح خسرنا وشال الستار بتاع الحجاب وألقى شروط قانون بتاع أنه الكسيس بس يحاول يقش نيابة عن الشعب. هللويا. كمان مش الكسيس، رئيس الكهنة. هللويا. رئيس الكهنة بس يحاول يقش في مكان تدل لخص الأقداس. في يسوع المسيح كلنا، قال يسوع هو رئيس كهنتنا. هللويا. رئيس كهنة اللي هو قدر يفتح لنا باب بتاع قدس الأقداس، مش قدس الأقداس الأرض بتاع قيمة الاجتماع. هللويا. كريس ما شوين أنا أقول لنا خلينا بتاع هذا السلايد في أنا فوق هنا. سو قيمة الاجتماع اللي هو مجد المجد بالزول، يسوع المسيح فتح لنا باب كل وقت نحن نكون في محضر الله، كل وقت نحن شنو نكون قاعدين نتلامس مع مجد الله، كل يوم نلمس المجد الإلهي. So, اختيار الإلهي والبر الإلهي وبرنا لجناه في يسوع المسيح. ده نقطة نمبر 2 مهم شوي جدا. أنت لازم تتأكد أنت بار في يسوع المسيح. في ناس كثيرين عندهم شك بعد ما عمل تقدم يسوع المسيح لسه بيشوفوا نفسهم. آه نحن خطاة ونحن تاني ما خطاة في يسوع المسيح. هللويا. أنت لو خاطر قاعد تمشي كده تقدر تعمل شنو؟ حتى مش سامع كيف. هللويا. نحن مبررين. نحن مخلصين. عشان كده بولس بيقول بكل افتخار قال انا شنو انا عندي اكليل. هللويا. ودع علي اكليل الحياه. انا حتى انا كملت الساعه. ثلاثه تفتخر ببر المسيح. لما تفتخر ببر المسيح وتعيش حياه خلاص بطريقه حقيقيه ده بخليك كل وقت تقدر تتلامس ما مجد الله، تلمس المجد الالهي. مجد الله معناه شنو بمعنى اخر؟ قلنا مجد الله يعني حضور الله. أمكن فترة قبل كده هنا عملنا تعليم لما بدأنا بهذا السنة في مسألة الثيم بتاعتنا أو شعار هذا السنة، اتكلمنا عرفنا مجد بطريقة مختلفة. عايزين نزيد تعريف زيادة أو أشياء إضافية لتعريف كلمة المجد. المجد الإلهي معناه شنو؟ المجد الإلهي قلنا معناه إيه؟ باللغة العبرية في كلمة عبرية معناه الوزن الثقيل. هللويا. وزن الثقيل يعني وزن الثقيل ده شنو؟ وزن ثقيل من إحسانات الله، من مراهم الله، من جود الله نحو الإنسان. هللويا. ده المجد. المجد معناه شنو؟ وزن ثقيل من حب الله، من جود الله، من غنى الله، من عمل الله. أيضا المجد في اليوم هنتعرف فيه في إطار بتاع التعليم بتاع لمسة المجد الإلهي، يعني عشان ما تلمس مجد ربنا معنا تدخل في حضور الله. هللويا. محضر الله. المجد الإلهي معناه حضور الله. ربنا يسمح لك تدخل في المحضر بتاعه. كلمة نمرة 3 في المجد الإلهي، مجد الله معناه شنو؟ الكرامة الإلهية. هللويا. The glory of God, the other word for the glory of God is the honor of God. هللويا. The divine glory means divine honor. هللويا. إذا الله ده اللي خليك تشارك مجد بتاعه معنا الله شنو؟ الله بكرمك. هللويا. الله بديك الكرامة. الله بعطيك الكرامة الإلهية. زي ما أنت بتكرم ربنا قال كده في العهد القديم، كلام كلام جميل جدا. قال أنا أكرم الذين يكرمونني. هللويا. I honor those who honor me. هللويا. أن في أحد الآيات في أحد الجديد ربنا برضو بتكلم كده، قال ربنا قال هو يعطي مجد بتاعه ويأخذ مجد أيضا بتاعه من الإنسان. لأنه ممكن الله يشيل منك حاجة أنت ما عندك. You cannot give God anything. Hallelujah. Amen. You give God whatever God gives you. Hallelujah. So ربنا مدى المجد للإنسان، الإنسان هو يدى مجد لله. So that's why God has to start to give us His glory, to cover us with His glory, so that we can praise Him within the power of His glory. Hallelujah. ده هو معناه كده. لما ربنا يلبسنا مجد بتاعه حبة بتاعه بنصبه في حبة الله، هو بياخذ المجد من خلال مجد بتاعه لدينا له. Hallelujah. فمجد معكوسة. مجد بتاعه قلنا شنو؟ A circle glory of God. He circulates His glory. He brings up His glory into us and His glory from us goes back to Him. That's why when He created Adam as a mat, as a clay, he was useless. He was nothing. He was meaningless. Adam التراب كان ما عنده معنى، ما عنده قيمة. هللويا. هو بس صنم عمله. لكن قال آدم اتغير شكله. اتغير شكله لما ربنا قال نفخ فيه روح حي. نسمة الله يهد المجد. هللويا. إنسان مما خلقه بمجد الله. نسمة الحياة في آدم خلى آدم يحيى وخلانا هنا حصل الآن نحن شنو؟ من أعقل الكائنات. ما في تاني كائن أعقل مننا في الأرض هنا صح؟
إنسان هو عاقل، إنسان هو ناطق، لأن ربنا خلقنا ككائن ذكي، كائن في صورة الله، كائن بيشبع الله. كريس كان يبقى بقى this way نحن في صورة الله، هللويا. So إذا الله قصد no the other one إذا الله قصد إنه نحن نأخذ المجد زي ما قصد لموسى، مش الشعب ما بيقدر يسجد لله، ما حيقدر يعرف عظمة الله إذا ربنا كان ما قاعد يسهر بعمود نار يشرب في كبده. هللويا. بنفس الكيفية إنه المجد الإلهي هذا بتاعه شنو؟ قاية بتاعه شنو؟ نمرة أربعة، نقطة نمرة أربعة. ليه الله بيدينا المجد بتاعه؟ ما يهمني هنا نلمس مجد الله في حياة العالم. ربنا قال خلق الإنسان عشان يعبده. هللويا. ربنا قال له مصر، قال له فرعون، قال أترك شعبي لكي يسحب ويعبدني. هللويا. المجد الإلهي هذا بتاعه عبادة الله. هللويا. ربنا بيدينا مجد عشان نعبده. ربنا بيخلق مجد بتاعه فينا عشان احنا نخلي الشعوب يجي يعبد الله لسبب المجد فينا. هللويا. لسبب المجد في الكنيسه ناس بتيجي لما يكون في كنيسه عشان كده مجد الله في معظم الاشياء بيسهر في ايه؟ في معجزات للعالم للناس الخطاه. هللويا. الناس الخطاه لما يشوفوا معجزات شفاء اغلاق من الموت ده حاجه عجيب، بيجوا بيتعرف الكنيسه بيفتش ربنا وين ده مجد بخليهم يجوا. هللويا. في ناس كثيرين بيجوا لربنا عشان المعجزات، لكن اما نحن المؤمنين ما بنجي في الكنيسه عشان المعجزات. هللويا. بنجي في كنيسه عشان التمتع تلذذ بايه؟ بمواهب الروح القدس في حياتنا. هللويا. هللويا. انت عارفين شنو خلينا كل يوم نجي في الكنيسه وخلينا كل يوم قاعدين نجي مع الله؟ لان احنا لسه ما اختبرنا مواهب الله الكامله في حياتنا. احنا لسه ما وصلنا للطور بتاع المجد الكامل حقيقه، بما انه احنا في العهد الجديد اننا الاستحقاق نتحرك في مجد الله اكثر من المجد بتاع موسى، لكن احنا عشان كسلانين ونحن ما قادرين نعيش حياه بتاعتنا بالكامل مع الله. بطرس اتحرك في مجد الله بكمال بتاعه، وبولس ايضا، ده ناس حركوا نفوسهم في مجد الله. بولس بيشدد انه هو بقى يتحرك في مجد ربنا، بقى يتحرك مع الله لما ربنا شعله ده في السماء وهو هي بجسم بتاعه بالكامل، مش رؤيا، ما هلم. هللويا. شعله دي شعله كده زي ما شال ايليا بمركبات ناريه ما شافوه، واحد من الناس الحيين مش مشى مره واحد وقاعد في السماء، مشى في السماء وجا راجع بولس الرسول. هللويا. مجد غير عادي. لما تعيش مجد الله، لما تتلامس مجد الله تبتدي تشبه السماء، انت بتلقى نفسك الغايه السماء ذات الجاذبيه بتاع السماء بتجرك. هللويا. زي اخنوق عايش لما انت كده، مجد كده عجيب جدا. اخنوق ربنا كلمه الله بيقول شنو؟ فقال الرب. اخنوق بيبتدي قال شنو؟ صار مع الرب، يمشي مع ربنا كل يوم في حياته اكثر ما يمشي مع الناس بتاع الارض هنا، قال ما بقى يشبه ناس الارض. ربنا قال شنو؟ فغار انه الشخص ده ما مفترض يكون في الارض هنا، قال فاخذه منه الله. بطرس وصل منشد لانه هو قاعد يتعمق في يسوع المسيح. اول زول يعرف يسوع المسيح هو منه لما يسوع كان قاعد يسال انه هو الله، بطرس عارفه. هللويا. بطرس سام يوسف قبل التجلي زي ما شفناه وحسه. اختبارات بتاع بطرس مع يسوع المسيح ده كان اللي هو فرصه لانه هو كل يوم كان قاعد يلمس مجد الله. هللويا. كل وقت قاعد يلمس المجد الالهي بطريقه مختلفه، الى مرحله بتاع بطرس نفسه حياته شخصيته اتحول الى كائن روحي سماوي. هو قاعد في جسد الارض لكن حامل مجد الله. هللويا. بطرس دور بتاعه، دور بتاعه يحسب وين؟ بجسد. هللويا. بطرس دور بتاعه هنا، لو زول جاب الغلط جابوا زول عيان مره بيجاب دور بتاع بطرس شنو؟ بيلقى شفاء. لو بطرس مثلا بالغلط بس بيتكلم ما جاب خبر، وفي زول من حوله هناك وكان ماشي بالسوق ولا مكان معين، وزول عنده ارواح شريره بتحرر، بس دور بتاعه رمز. هللويا. ده مجرد مجد لان ابتدى يتحمق في محضر الله. واحد من اسرار بتاع بطرس خلاه يوصل للمجد العميق حياه الصلاه. يتمثل بيسوع المسيح بالتمام. ليه تعرف كل وقت يسوع المسيح بيقول لي يا بطرس انت لو تكون قوي. يسوع المسيح ده وصايا جميله جدا قبل يسوع في السماء. تعرف يسوع قال لبطرس شنو؟ قال لبطرس لما وقت التجربه، لما بطرس خلاص بقى يشك والتلاميذ كلهم شكوا، يسوع المسيح قال له كلام بطرس ما ينسى حياته. عشان بطرس يعرف انه عنده حاجه متميز في حياته يسوع المسيح شافه. يسوع المسيح قال لبطرس يا بطرس انا عارفك، هتنكرني، هتجري، هتحاول ترجع للسماء. هللويا. هتمشي تعمل حاجات. لكن يسوع المسيح قال له كلام جميل جدا، قال له لكن لو جيت راجع قال شنو؟ قوي اخواني، قوي شنو؟ قوي اخوتي. قال لما تمشي تجي راجع قوي اخوتي. لو مشيت من الشك بتاعك من الكورونا بتاع الغلط خط ما تدوب تجي راجع، تعال قوي شنو؟ اخوتي. So if you go, you deny me, you backslide,
you will not reject me. The time is coming, you're going to come back. When you come back, come and strengthen my brethren. Hallelujah. I think I'm going to say, قام وجابنا يبدأ إنه يهتلو ذي أكاد بطرس حتى هم محبب تقال الأول أنت قلت أبوه أنا جاهز نمشي لصلاة النجلة قال له بطرس أتحب أنا ثلاث مرات عشان يسوع مسيح يتكلم مع بطرس أنت يا الصقرة أنت لو فشلت بمعنى شنو أساس الكنيسة هيفشل وبالتالي بطرس لما عرف المسؤولية وقع على حياته ابتدى يمثل يعني بسيد بتاع المسيح تماما بطرس كل وقت لما قاعد يسوع المسيح بيشيله في الجبل ابتدى يعيش الحياة ده لما شاف يسوع كل مرة بيمشي براه بينفرد للجبل بيصلي شاف الناس الحياة ده بيجي يطبق في حياته بطرس بيجي يعمل حياة الوصلة ما قاعد يمشي مع الناس عاديين ساكت كده بيمشي في الجبل كل وقت بيصلي بيمشي بيعمل قلوة مع بعض شكله امتلى حياته حضور كل وقت قاعد في حضور الله عشان كده قلنا موسى بيمشي في قمة الاجتماع مد مؤقت بيمشي لكن بطرس كل وقت بياخد وقت بيتابع الله شهادة دليل على أن بطرس كان بيقضي أوقات صلاة طويلة وأصوام مستمرة في حياته لما كان في يافا. هللويا. بنتذكر كان في شنو في يافا؟ نذكرنا القصة لما ربنا قال لمشي لكرنيليوس. بطرس كان في صوم وصلاة. طريقة الغاية كان خفيف جدا ويسمع لما روح القدس يتكلم معه حتى هو ما عارف ليه صوم لشنو بصوم. بطرس صايم روح القدس بيقول له الصوم لأنه عنده مهمة ماشي لكرنيليوس. عشان في عمل عظيم في بيت كورنيليوس ده اول مره بتاع حلول هيدا ال 50 للامميين هللويا اديد ده انا قاعد بقول له ايه ده ال 50 للامميين ده فتقص ده اوف ذا افريكان اوف ذا جنتايلز هللويا فربنا خطاه يصوم عشان يكون جاهز وهو صايم كلمه الله بيقول وهو صايم في حوالي الساعه 3 ابتدى بعد ده روح القدس يتكلم معه يجيب له الاناء ومعونه ده بياكد لنا انه شخصيه بطرس كان شخصيه متردده في حضور الله كل وقت كان بيلمس المجد الالهي كل وقت في حياته عشان ده خليه يكون شخصيه ممسوحه شخصيه عظيمه شخصيه جباره حتى الزوج بتاعه حتى زي ما بطرس كلهم بطرس ملابس بتاعه مناديل بتاعه كان بيلمس الناس بيشفي الناس هللويا عشان كده في خدام كتيرين حاسه ده بيعمل شكل تقليد مو بيعمل حاجه كتقليد في ناس كتار بيحاول يستخدم من دي بتاعه ولا حاجه معين يصلي الناس ما بيشتغل عشان كده عملوه بتاع السحر يمشي يجيبهم وماش اخد ده بتاع سحر حقيقه ده فهو سحر بعمل عشان نقول انه هم زي ناس بولس كان بيعمل بمناديله بالملابس بتاعه كان بيعمل حاجات ده لكن هو حاجه الغايه لما انت بس تعيش كل وقت تلمس مجد الله تلمس مجد الله تلمس مجد الله في حياه الصوم في حياه الكلمه في حياه الاستقامه بس تمشي مع ربنا انت ذات ما بتحسبه يوم انا عامل زول يلمس مجد بدل ما تكبر بقى هللويا زول براه بس بلمس البلد انت بعدين بتاع في حاجه جديده حصل في حياتك فالمجد الإله ما بتمثيلية ما التقليد هللويا حاجة الغاية تعيش حياة أمان استقامة تلقى نفسك you alone something is happening different تلقى نفسك أنت ماشي بتمر للناس بس ريح بتاعك ريح بتاعك هوا بتاعك خليهم ما يكون دول حتى دول ما في ريح بتاعك بس لو ماشي جنب الناس الناس شنو بيلقوا الشفاء بتحرر من أرواح شريرة هللويا بالتالي إحنا عايزين مجد ربنا عشان ما نحن نجتذب لحياتنا بنستجب بنعمل لنا بنجتذب لنا بالمعرفة بالحياة الدقيقة الروحية في يسوع المسيح هللويا طيب شعب الرب نمشي نجي في موضوع تعبنا هنا آية عجيبة جدا يسوع المسيح قالوا نمشي نقرأ الآية ده نختم به مع بعض يسوع المسيح قال آية جميلة جدا لوقا خلينا نمشي مع بعض لوقا 8 Gospel of Luke 8 لمسة المجد الإلهي هللويا Divine Glory Touch Divine Glory Touch لوقا 8 45 خلينا نمشي نقرأ 44 يدينا صورة بتاع كامل 44 ل 48 كلمة الله بيقول كده من يلمس مجد الله هل نستطيع نلمس مجد الله؟ هل الآية دي يدينا تأكيد يدينا إجابة؟ لازم لسه خلينا نثق بأنه احنا قادرين نلمس مجد الله. We have to have the confidence and conviction that we can touch the glory, the divine glory of God. Hallelujah. وجاءت من ورائه ولمست حب ثوبه لمست ايه؟ حب ثوبه فقال ففي الحالة وقف نزل دمها نشوف قوة بتاعة المجد الإلهي هللويا لما تلمس مجد ربنا في حاجة بيحصل عجيب في حياة بتاعك ما حتى في حياة الناس حتى في حياتك شخصيا بيحصل حاجة مختلفة في حياة بتاعك لما تلمس مجد الله فقال يسوع من الذي لمسني قل من الذي لمسني هللويا من الذي لمسني
وإذ كان الجميع ينكرون قال بطرس والذين معه يا معلم الجمع إذا يقول عليك ويسحمونك وتقول من الذي لمسني هللويا. ده طبعا ما فاهم ليه نتكلم عن حاجات روحيه، في حاجه بيحصل في الحركه الروحيه في العالم الروحي مو ما جاب خبر، فاكرين انه ده لمسه ماديه، ما لمسه ماديه ما لمسه جسديه، اي زول قاعد يلبس يسوع ما في تلاميذ بتاعه. فبعدها شنو؟ فقال يسوع قد لمسني واحد هللويا. ده لمسه مختلفه، ما لمسه عاديه، زول كده لمسني زول عنده ايمان، زول كده لمسني زول يعرف انا منو. ما هذا لو ما عرفت يسوع المسيح من ما لمسه هللويا. فانت لو ما عرفت يسوع المسيح بتلمس لمسه ما بيعمل تغيير. لو لمس يسوع القناعه بانه تعرف هو في شنو في حياته بتاعه بيعمل لك شنو، بيعمل لك تغيير. في شخص لمسني بيعرف بانه في حاجه خاصه في حياته بتاعي هللويا. لاني علمت ان قوه هللويا ان قوه قد خرجت مني. لمسه المجد الالهي. تخيل كل ما تلمس ربنا مجد ربنا في قوه بيطلع من ربنا وقوه بتجي في حياتك هللويا. Whenever you touch the glory of God, the power of God will come out of him and into you. The impartation of the power of God will always come into your life. Hallelujah. وبالتالي نشوف يسوع المسيح ابتدى يتكلم مع المرأة. يتكلم معاه ويقول له انت اعترف بالحاجة اللي انت قاعد تعمله للناس اللي هم مو فاهمين. يفتح عين بتاع الروح عشان يفهم في شنو قاعد يحصل. فلما رأت المرأة انها لم تخطف هي كان دير تخاف نفسها زادة دير تدوس نفسها حجلانة انه هي زانية ولا هي مرة خاطية وهي مرة شنو شنو. هتمشي كيف تجيب قدام الناس يقول انا يا ولا بس يجي يسوع كان بيرجموه جمال الله انا اليهود ولا انت منو انت حق تلمس المعلم هللويا. خايفة من اليهود مش خايفة من يسوع المسيح، خايفة من الرجمة، خايفة من انه الجماعة دي ينحروه ويعملوا له خطة ويقولوا يقتلوا لها هي تلمس يسوع المسيح. فهي خافت دير تدوس نفسها لكن ما قدرت. جاءت مرتعدة وقررت له. شفنا موضوع الارتباط بتاع السجود لمجد الله في قيمة الاجتماع في جبل التجلي مع يسوع المسيح مع المرأة الناس بتدم هللويا. هي بتسجد لإيه؟ هللويا. ما في بس كده يهود عارفين الكلام ده كويس. ما في يهودي بس كده زول ثاني عادي. السجود لله بس. يهود لو سجد أو شاف ملاك أو شاف حاجة معينة بيعرف إنه ده صورة بتربنا. وبالتالي المرأة دي بتسجد لإيه؟ بتسجد للمجد هللويا. مجد يسوع في حياتها. جاءت مرتعدة وخرجت وسجدت وأخبرته قدام جميع الشعب من غير خوف. ابتدت تعترف، ابتدت تعلن السر. الكثيرين ما عارف انه في قوة فعلا طلع لما هي لمست المسيح، والقوة ده اشتغل في حياتها حاليا وقتيا في تغيير حقيقي في حياتها. لان الدم ده موقف كله في حياتها قال كم سنة؟ 38 لا 12 سنة. ما الدم ده ماشي وقفت وقتيا. فقال ما خجلت من الناس، الجميع الشعب لأي سبب لمسته. بعد ذلك دير تتكلم ليه أنا لمست يسوع المسيح وكيف برئت في الحال. كلمة الحال وقتيا هللويا وقتيا برئت وقتيا. فقال لها ثقي. شفت كلمة الثقة؟ فقال لها ثقي يا ابنته إيمانك قد شفاك اذهبي بسلام. لما تلمس مجد الله، المجد اللي هو بتاع بركة، مجد بتاع الشفاء، مجد بتاع إطلاق، مجد بتاع الترفيه الإلهية ما بيأذيك. لما تلمس بالإيمان، لما تلمس في قداسة الطهارة. لكن أنت لو تلمس وأنت ما مخدس ما لمس بالإيمان ما بها حاجة بيحصل. ممكن ناس كتار كان قالين لمس يسوع المسيح لو كله ما في حاجة حصل في حياة بتاع من المرة دي عشان لمس يسوع بالإيمان. قل أنا لي ألمس يسوع بالإيمان هللويا. عايز ألمس حضور الله كل وقت بالإيمان. عايز أدخل في المجد الله كل وقت بإيمان. هللويا. We have to access the divine glory by faith. We have to access the divine glory in order that we are believing that we can get something tangible, something visible, something that will be imparted in our lives. That's something that will manifest the power, the glory of God. خلينا نجيب فوق مع بعض. إحنا ماشيين نصلي. هللويا. أنا عايز أقول لكم شعب الرب، إحنا لسه ما شفنا مجد الله بالمستوى الرب قصده لنا. مجد الأحد الجديد أعظم من مجد اللي احنا شايفينه هنا بتاع شاكينا جلوري. The glory of the New Testament is more greater, is more powerful, is more amazing, is more glorious
than the glory of the Old Testament. Hallelujah. It's not just to pray. It's not just to speak prophetically upon your life that you are a different person in Christ. You have all the privilege. You have all the honor to touch the glory of God every day so that it can shine, so that it can be bright, so that it can feel the fire, the heavy fire of God, the heavy anointing of God in your life in the mighty name of Jesus. Let's go ahead, Jessica. We're going to worship God as we just spend this time to pray and honor God prophetically that He is in our midst. His glory is within us. He dwells with us forever and over. That covenant of the New Testament is not temporary glory, it's eternal glory. It's not glory that can fade away. It's the glory is lasting, glory that remains in us. Hallelujah. مجد العهد الجديد مجد باقي مجد سابق مجد فائض مجد دائم في حياتنا لا يزول لا يتلاشى لا يصف الى اي مكان عايزين نمشي نعبد الرب بس نكون عباده نبويه ابتدي تتكلم من نفسك بطريقه مختلفه it's start to speak to yourself say Lord I will never depart your presence I will never depart the Shekinah glory انا بخادر مجد الشكينه في حياتي مجد الشكينه احد الجديد مجد دائم ابدي في يسوع المسيح احد النعمه في اسم يسوع المسيح انت دمت بر عشان نقدر نحمل مجد بتاعك عايز احمل مجدك باسم يسوع المسيح مكان ما اسهب مجد بتاعك يا رب في حياتك الكون بتاعي انا عايز يوصل باسم يسوع رب انه حتى جسم بتاعي يحمل مجدك حتى يا رب الظل بتاعي يحمل مجدك حتى ارجل بتاعي الجزم بتاعي الملابس بتاعي يحمل مجد بتاعك في اسم يسوع المسيح نحن لسه ما مثلنا مجد الله في الايام ده. We have not yet revealed the glory of God in our lives. We have not yet practiced the glory of God fully and practiced it, you know, in perfect meaning according to the Bible. God has given us this opportunity and that which is so that we can practice the power of God in this generation in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let's just worship God. خلينا نستمر بس نصلي. ده وقت الصلوات النبوات، صلوات نبوية. Don't remain the same. Don't be the same even if you are online. Speak prophetic about your life, about your future, about your destiny. Say, Lord, release me. Say, Lord, enlarge me. Say, Lord, empower me. Let that glory that will bring the power in my life, that will make every situation to stop. Like this woman of the blood issue. Now a problem will stop in this country when she touched the glory of God. Who touched me? Jesus said. Be the one of people that can touch God today, that God will feel that you have touched Him. Abgam and Zora and Diyan Masalari Jilda, Hatta Rabbani Gud, Dabunu Namasneh Lela. Dabunu Namasneh Ta'anfi Amal Fehru Abashrin. Dabunu Namasneh Kalisa Kalyom. Ibtari Asodli, Halli Rabbani Ya'an Al-Kalam Fi Habitat. Kama Zili Hoshi Kama Zaya Lama Hoshiya. Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. I want the man of God to come. Ruben, he's going to come just to lead us in intercession prayer. Yes, prophetic blessing. You hold up your hand. The shofar no solve no. Shuno gadiyamna majd Allah fi hayatna. Shuno gadiyamna endo nihna. Magadir no fuiz. Magdi Rabban gal khal nahar bita misah tarah al murzikni. Yajir mul bita rahab bita ana nahar. نهر بتاع مسحة نهر بتاع مجد the flood we need to see the flood of the glory of God the flood of the anointing of God in our lives in this generation Come on.
سيري بك ما زايا نمشي للسماء. احنا محتاجين كل يوم نتوي ونشبع من مجد الاله في لحظه جديده. نعظمك نباركك لكل شركه بتاع محبه بنشاركه مع بعض. باركوا يكون لنا بركه يوم بتاع بكره يكون مختلف
امسح القياده، امسح التسبيح، ترنيم العباده، امسح المتكلمين، حتى اللقاء بتاع مناقشه في الموضوع ده. يا رب موضوع كبير، موضوع عظيم، موضوع مبارك للشعب للجيل ده. عايزين نجي نفهم لمسه المجد الالهي بطريقه قريبه جدا. لما انت قلت لموسى بيتكلم معاكم عشان الوش حكاتها بلحظه جديده مكتوب هنا بنرى يسوع المسيح بوش مكشوف. احنا عايزين نشوفك بقرب ووضوح في هذا الجيل في مجد بتاعك في الحياه بتاعتنا. غطينا بدم بتاعك يا سيد رب، حتى لو جبت عنا لبيوتنا بعد كل عطا قدمنا بركه بتاع الخدام بتاعك يا رب في الخدمه له بكل مجد اسم بتاعك يا رب. نشكرك من الناس اونلاين، باركهم، ارفعهم في مجد جديد، خليهم يلتمسوا مجد بتاعك، خليهم كلهم بشجاعة غيرة لكي يلمسوك حتى يختبر قوة المجد الإلهي. نعظمك نباركك ونمجدك لأنك صالح مبارك متعالى. سامي الصلاة إليك يا أنت كل بشر في اسم يسوع المسيح. شعب الرب يقول آمين. أنا آمين. God bless you. أنا مش بشرفك بتاعنا. القواعد يا ابني عملنا شنو؟ هللويا.